كل مزدوج الجنسية لا يحصل على دعم. ما كتب في الصحافة في بعض الصحف كان خطأ، أن الذي لن يحصل على الدعم هو الشخص الذي يتمتع بجنسيتين ويحصل على دعم من تلك الدولة. استبعاد مزدوجي الجنسية الذين يحصلون على دعم من جهة أخرى. نحن نقول والحكومة تقول أيضا لابد أن نحن نوجه الدعم لمستحقين. كيف نحدد المستحقين؟ لابد أن نرجع إلى وسيط دخل الأسرة، وعلى ضوء نقول فعلا في البحرين وسيط الدخل هو X رقم، وبالتالي لازم احنا نوجه الدخل إلى هذه المجموعة اللي هي الأكثر استحقاقا. أن هل في إنسان يحصل أكثر مما يستحق عليه، أو في هناك مزايا أو مساعدات مكررة، أو في أشخاص ما تنطبق عليهم الشروط ويحصلون عليها،